معنا السيد رياض والد الأطفال. ظهيرة طيبة سيد رياض. نهارك طيب، مساء الخير، ومشكورين جدا على اهتمامكم ومواساتنا في محنتنا. والله عزانا وعزاكم واحد سيد رياض. عظم الله وني رجل. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، وعظم الله لك الأجر، وجعل الله قبرهم ريفضة من رياض الجنة. سيد رياض، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. الحمد لله على كل حال. مصابنا واحد سيد رياض، ويعني بجد بجد احنا متأثرين جدا بهذا الوضع، واحنا مش اليوم جايين نفتح قضية أبناء الشرشاري لمجرد الإعلام فقط، احنا نبوا وقفة جدية لكل هذه المهازل اللي قاعدة تصير في ليبيا. يعني بجد يا سيد رياض، احنا يعني ربما هذه القضية هزت العالم وهزت ليبيا وهزت كل مصيبة كبيرة. والله مصيبة كبيرة استاذي. والله احنا طمنونا عليكم قبل كل شيء سيد رياض. الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا رب. طمنا على والدة المفقودين، كيف حالها وشن اموركم انت؟ ربي يصبرها ان شاء الله، ربي يصبرها ان شاء الله. الله غالب سيد رياض. الحمد لله على كل حال. سيد رياض، 3 سنوات من المعاناة، 3 سنوات من الانتظار، والنتيجة في النهاية كانت النتيجة مأساوية. النتيجة مأساوية، سلبية وخوف الناس من ضمن سلمت فوطنها، راعت روحها كلها، عتريح كلها. سيد رياض، أنا ما بيش نتعبك ونرهقك بالأسئلة، لكن عندي ليك سؤال. تجاوب الدولة معاك كيف كان؟ والله للأسف شديد، أنا نقول لك الحمد لله بالنسبة للجهة الزمنية اللي هي على مستوى مناطق، يعني صراحة بمجهودهم الذاتي كفوا وفوا، ولكن بعد 2 سنين باش تعافى الجهاز شوية. نعم. وبدر يوصل لنتائج، ولكن قبلها للأسف شديد كلها شاركت في مأساة الأطفال للأسف شديد. يعني نعم. كان مؤتمر والله برلمان والله على المستوى الرئاسي والله كله شارك كله. الحمد لله. سيد رياض، هل كنت تعتقد أن خاطفي أطفالك من بلدك، من مدينتك، من ناسك، من أقرب الناس ليك؟ والله للأمانة المؤشرات بانت من أول يوم، كنت سلبية الأعيان كيف نقول لك أنا، وكبار المنطقة والناس العقلاء كانت سيئة بصراحة على الأطفال وعلى البلد يعني في نفس الوقت. وهذا كله بسبب المال، بسبب بالضبط. المال لو جوك من غير خطف الأطفال يقول لك أعطينا، كنت حتعطيهم أكيد. والله العظيم تواصلوا معي 4 مرات في 12 أو 13 يوم الأولانيات، وتفاوضوا معي على 20 مليون دينار، وباب التفاوض مفتوح، ما قفلناش. ولكن العصابة انكشفت في 20 يوم الأولى و 16 يوم الأولى. نعم. كانت سبب في ضياع الأطفال بصراحة. يعني لما انكشفت ردة الفعل كانت سيئة وقاسية، يعني ما عادش تواصلوا معي. ليش ما عادش تواصلوا معاك سيد رياض؟ ليش وتم قتلهم؟ ليش؟ لأن ما قدرتش تدفع، ما عادش. لا لا لا, أه. لا 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 أه. لا لا مش هذا السبب. السبب مجرد ما انكشفوا هم وانفضحوا خافوا. بالضبط، ما عادش تواصلوا معنا، لأن تفاجأنا بوضع الأطفال إلى يومنا هذا. يعني ما من سنتين ما عادش تواصلوا معاك، وما عادش في أي حد حتى من خلال القبض على بعض المشتبه بهم ما قدرتوش توصلوا، لأن وين الأطفال حتى قبل ما يقتلوهم؟ لما قبضنا على البعض طبعا، هي أنت عارف أي شخص أو مجرم بيتم جبد اسمه أثناء التحقيق المفروض أهله وناس يتعاونوا في تسليمه فعلا، ولكن للأسف الشديد شاركوا كلهم وتخاذلوا أو المجرمين داخل قبائلهم، وهذا اللي حصل فعلا. كويس سيد. سيد رياض، هل تم دفن جثامين ذهب ومحمد عبد الحميد ام لا زالوا في المستشفى الى الان؟ الى هذه اللحظه ما زال تقرير الطبيب الشرعي طبعا متواصل في عمله، وما زال مسلم لهم، شو اتوقع ان بعد بكره ان شاء الله تتقرير. كويس. لان العديد من المستمعين يسألوا على موعد الدفن، لان يبوا يجوا غادي لسرمان، وباذن الله تعالى حنكون معاكم في مراسم الدفن باذن الله تعالى. كويس. سيد رياض، سؤالي الاخير ليك، ما نبوش نرهقوك معنا وما نبوش نتعبوك، عارفينك انك حاليا في العزاء. الطريقه حسب معلمته، الطريقه اللي تم بها قتل ذهب ومحمد وعبد الحميد كيف كانت؟ في انتظار تحقيقات او نتائج الكشف الطبي بتاع طب الدكتور الشرعي، وان شاء الله خلال ساعات قادمه حنعرف الاسباب باذن الله تعالى. عظم الله لك الاجر مره اخرى سيد رياض، وعزاؤنا واحد، وكل ليبيا معكم وكل العالم معك سيد، وان شاء الله ربي يعوضك خير فيهم ان شاء الله يا سيد رياض. بارك الله فيكم، مشكورين جدا. شكرا لك.
لك الدنيا انت لما بالشمس انت خيمتنا الامينه وانت ميزان العدل ضلنا من غيرك الدنيا انت لما بالشمس.